بالطريقة دي وهمسك طرفين الإحرام مع بعض كده وهخليهم على الجنب. مش فارقة طبعا جنب اليمين أو اليسار، اللي يريحك والطريقة اللي أنت تقدر إيه تكون أسهل لك. أول خطوة رقم واحد، هحط إيدي الشمال هنا وهدف في الإحرام بالطريقة دي، وهحط مرة تانية هنا رقم اتنين وهلف بالطريقة دي. جميل. همسك الإحرام من هنا وأدفه لتحت ومن ورا واديله كمان لفة بالطريقة دي. بسيطة كده، الإحرام دلوقتي من تحت بقى واسع معاك وتقدر تعمل اللي انت عاوز تعمله، حتى ممكن تجري طبعا، مش هتقدر الزحمة بتاعت الطواف. طيب دي رقم واحد، محدش هيقدر كده يشد منك الإحرام. تمام. دلوقتي نيجي نلبس الجزء اللي فوق. هلف الإحرام على جسمي من فوق زي ما انتم شايفين كده، وهخلي الجزء اليسار أقصر من الجزء اليمين، وهدخل الجزء اليسار في الإحرام من هنا. تمام. حتى منه بس صغير كده، وامسك الجزء ده وهلف. اذا كان اول تت اشواط من الطواف زي ما انتم عارفين هيكون الانضباء، هطلعهم بره، واذا كان بقيه الاشواط هدخلهم. وبنفس الطريقه هقوم لافف الاحرام بالطريقه دي. تمام. اجيبه من ورا من هنا وهدخله في المكان المفتوح هنا، ومن تحت تاني انزل امسكه من هنا واشيله. جميل كده، انت بقيت جاهز لأداء مناسك العمرة. تقبل الله منا ومنكم.